ومعنا لمزيد من التفاصيل حول شأن السوري وعملية غصن الزيتون فيها العقيد الركن حاتم الراوي المحلل العسكري السوري من اسطنبول. أهلا ومرحبا بك سيادة العقيد. بداية، عملية غصن الزيتون التركية في عفرين كان لها مدتها 3 أيام، كيف تقيمون الوضع العسكري والإنجازات التي حققها الجيش التركي مدعوما بالمعارضة السورية؟ وما الذي تعنيه سيطرة الجيش السوري الحر على قرية الحمام غربي جندرس في عفرين؟ سلامي لك سيدي الكريم وللسادة مشاهدي قناتكم الفاضلة. حياك الله. اليوم يعتبر اليوم الثالث بعد أول ليلة من انطلاق الطيران التركي وتدمير الأهداف المرصودة ضمن بنك الأهداف التركية في منطقة عفرين. فهنا أقول أن الوضع تماما يعني في عفرين توجد سيطرة كاملة، وخاصة بعد أن ضمن الجانب التركي عدم تدخل أي طيران آخر ولا حتى المضادات الجوية، لأنه أصلا لا توجد مضادات جوية قادرة على الاشتباك مع الطيران التركي في هذه المنطقة، إلا إذا أرادت روسيا أن تتدخل، وروسيا أعطت الضوء الأخضر وسحبت خبراءها وأدارت ظهرها للمكان. لذلك نحن اليوم أمام سيطرة أرضية من قبل مقاتلي الجيش الحر الذين يعني بدأت المعركة، يعني تصور أستاذ الكريم أن المعركة بدأت منذ 3 أيام، وكان تعداد الجيش السوري الحر في المنطقة بحدود 20,000 مقاتل. اليوم يعني آخر تقرير وصلني أن العدد وصل إلى 30,000 مقاتل، لأن أبناء المنطقة متحمسون جدا لدخول هذه المعركة وتنظيف المكان من هذه القوات الانفصالية التي فرضت عليه. فيعني اليوم الثالث للمعركة، وأقول أنا أن معركة عفرين لن تطول لأكثر من سبب. أولا، ليس بصالح الجانب التركي إطالة المعركة حتى لا يفسح مجال لتواصل النظام مع هذه العصابات، وهو متواصل سابقا ويعني يوجد غزل بين الطرفين. فاختارت محور اعزاز عفرين لقطع اي طريق على هذه العصابات بين بعضها، يعني عصابه النظام وعصابه ميليشيا بي واي دي الكرديه. هل تعتقدون انها قادره على الاستمرار في الدفاع عن عفرين، ام ان سيناريو تسليم مناطقها الى النظام سيتكرر وبتدخل أمريكي؟ أنا لا أقول أنها قادرة، لأنه هي قياسا بالقوة الزاحفة إلى عفرين بالمساندة التركية أصبحت تعتبر قوة ضعيفة جدا، لكن هي ستستغل حالة واحدة وهي هي التدرع بالمدنيين وجعلهم يعني حماية لأنفسهم، سيتدرعون بهم من ناحية. هذه الحالة التي لم تكن تعمل مع جهات أخرى، يعني مثلا التحالف أو روسيا أو النظام لا يهمه، يقصف مدنيين ويقصف جميع الجهات. أما إخلاقيات الجيش التركي المسؤول أمام شعبه، وهذا يعني جيش في دولة فيها معارضة وبرلمان ومؤسسات تسألها، هاي من ناحية. من ناحية ثانية، أننا نلاحظ ويعني نراقب بدقة من بدء الطيران الذي بدأ يقصف الأهداف إلى اليوم، أن هذه القوات تعمل تحت أخلاق الإسلام تماما. يعني 108 أهداف قصفها الطيران التركي ودمرها بالأحرى في ليلة واحدة، لم يلحق الأذى لا بمواطن ولا ببناء ولا بسكن. بينما لو قارنا مقارنة يعني على السريع ما قامت به قوات التحالف وطيرانها في مدينة الرقة المشابهة لمدينة عفرين، أو حتى أقترب منكم يعني ما جرى في الموصل،
فدمرت البلاد على رؤوس أهلها دون السؤال عن هذه الناحية. طيب تركيا الانتقائية يعني... الانتقائية التي يمارسها الجيش التركي الآن بهذه الأخلاقيات هو الذي سيعطي يعني فرصة أطول للبكاكة بالعمر. نعم سيادة عقيد، تركيا صرحت أن عملية غصن الزيتون هي لتأمين حدودها وتأمين أمنها الإقليمي، وأنها ستقوم بإنشاء منطقة آمنة في أفرين، بينما من جهة نجد الولايات المتحدة الأمريكية على لسان وزير دفاعها يقول من حق الحكومة التركية أن تقول هذا الأمر ومن حقها الدفاع عن أمنها، لكن نجد على جانب آخر هنالك من يرفض هذا الطرح التركي. ما الذي يخشوه الرافضون لهذا الطرح؟ يا سيدي أنا أقول لك من الذين يرفضون، يعني دوليا لم ترفض إلا فرنسا، وكانت مفاجأة يعني نحن كنا نتوقع أن تعترض ألمانيا يعني لسوء العلاقة بينها وبين تركيا. نعم. أما التي اعترضت فرنسا، وأنا أقول أن اعتراف فرنسا يعني لا يخدم البيادة، على العكس تماما يشجعها على عدم الاستسلام وعلى المقاومة التي ستنهيها غرب الفرات تماما، يعني هذا ما أرى. أما من يعني من الوسط الشعبي في سوريا وفي تركيا، يعني بصراحة أحكيها أنا أقول أن حزب الاتحاد العمال الكردستاني هو حزب ماركسي، فيسانده ويعترف بعض الكتبة ممن يعني يدافعون عنه فقط لماركسيتهم. طيب. يعني تعاطفهم به مع من هذه الناحية. طيب. هنالك اليوم تصعيد جديد أما كحق فتركيا من حقها أن تحمي حدودها. طيب. والجيش الحر من حقها أن يحرر أرضه. نعم. طيب. سيادة عقيد، هنالك تصعيد جديد من قبل أنقرة بعد أن أكدت أن عملية غصن الزيتون ستتوسع لتشمل شمال العراق، هل يعتبر هذا الأمر غريبا أم أن هنالك ضمانات تلقاها الجيش التركي ليقوم بهذه العملية؟ عندما تقول تركيا شمال العراق، يعني يجب أن نقف على النقطة التي تقصدها تركيا. لا. تركيا تقصد في المنطقة جبال قنديل ومركز قيادات الأوزلانيين وعصاباتهم الموجودة في جبال قنديل، ولا تقصد شمال العراق بكل مكوناته. شمال العراق يعني ليس أمر سهل أن يقال أنه والله أنا سأذهب إلى شمال العراق أو سأدخل. أما تركيا أنا بتقديري أن يعني مهمتها ستنحصر في الوقت الراهن بتحرير عفرين وتحرير منبج، والاتجاه بإنشاء المنطقة الآمنة التي طالبت فيها تركيا منذ أكثر من سنتين وأعيقت من قبل ألمانيا ثم بريطانيا والأخير الولايات المتحدة الأمريكية أيضا. طيب هل تعتقدون أن واشنطن ستسمح بإنهاء وجود ميليشيات كردية دربتها ودعمتها بالسلاح والمال خصوصا في منبج والجزيرة التي افتتح بها الجيش الأمريكي عدة قواعد؟ والله بالنسبة لي يعني التخلي عن الوحدات الكردية الحالية، فحتى واشنطن اليوم صرحت أنها من يتقدم من شرق الفرات إلى غرب الفرات لمساندة الانفصاليين الكرد في عفرين فإنهم سيجدون عقاب كبير جدا، يعني واشنطن نفسها ستمنع تقدمهم، وبذلك كأنها يعني أعطت الضوء الأخضر بأن من غرب الفرات. طيب. سيكون من للمنطقة الآمنة. العقيد حاتم الراوي المحلل العسكري السوري كنت معنا من اسطنبول، شكرا جزيلا لك.